حياة صعيبة يعيشها اللي الشارع هو المنزل ديالو. راح تشوفوا اليوم حكاية الناس اللي عايشين في الشارع، معاناتهم، حزنهم، والصعاب اللي مروا بها. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في هذا العدد الجديد والخاص والمميز من برنامجكم ما وراء الجدران. اليوم مشاهدينا حبيت ننزل إلى الشارع نخوض تجربة جديدة، حبيت اليوم ندخل هذا العالم، عالم المتشردين. اليوم رايحين نغوصوا في قصص وحكايات وحين ندخلوا باش نكشفوا لكم خبايا هذا العالم. الشارع ما يرحمش، واللي يعيش فيه راح يولي قلبه حجر من الألم والقهر اللي شافه. نقعد معك شوية. لا لا اختي، الدولة راه مضو، تقول لنا 12 صبحين، هذا هو الجزم. ما لقيت فين نقعد؟ اختي الله يسهل واحد يقول هنا. لا لا اختي الله يستر. بصح نقعد قدامك برك. أنا حاطيني ناس، أنا رجع نهرب عليهم. سمحيني. روح لهي ولا تبرز. يعني ما ترحمنيش مرام. يا اختي الله يسترك. روح لهي. 40 سنة في الزنقة ما جم ندسر واحد. روح روح روح. صارش انت 40 سنة واش بيك؟ يا كاش واحد بعد كيما راسي دروك. روح ربي يسهل عليك. خفت نروح وحدي لهيك. ما لا باش بكم. او اي ربي يسهل عليك. باي اي اطلق راسك من هي. اسمح لي الحاج اسمح لي. خلينا هاد الانسان وبدلنا المكان ومزلها الحكاية طويلة. معليش نقعد قدامك؟ معليش؟ صح اخويا اسمح لي وقيل نوضتك. واش راك؟ راك راقد واقي؟ مش بيك؟ ها؟ نريح هنا؟ يا وعلاش لا لا قعد انت؟ لا لا ما نجي. تقدر تجيب واحد اخرين؟ يعطيك الصحة كتر خيرك خويا. رغم انه هذا الانسان ما عنده حتى شي في يده وما لقاش الا انه يتقاسم الكرتونة اللي يبات فيها. ولا غير انت حنين؟ ما كاينش جيعانة. ولا غراني جيعانة؟ صبر يا صاحبي. لا لا ما تروحش روح ما تقول لك رايح. اسمح لي اسمح لي تكون ولا ما عايش حنا نضرب العقل. خلاص ارقد ارقد اسمح لي. هناك رايح عندك؟ طبلات علي جوي. طبلات علي جوي. صحيح. ها؟ انت منا من الجزائر؟ منين جبت منين جيت؟ تيزي وزو. تيزي وزو الله يبارك خيار الناس. واش اللي جابك هنا؟ اسمح لنا الحاجة. خويا خويا روح ترقد. مانيش مانيش روح خويا. مانيش مانيش هاك ترقد. بصح الحاج انا نهضو بالعقل. خليه 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 خليه. مانيش مانيش روح الحاج. القش ديالك. الكرتون هذا ربيعي. كان فراشو هذا فراشو. يروح يلاتيني يرقد على روحه. مانيش روح روح. بلاستو يا اخي الحاج. كيفاش؟ يا اخي بلاستو. كرح تكرح 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 تكرح. ولا ندير لك بلاستو تبدي قاعد من قطاري قاعد. تكرح. صار حاجة راني جيعانة ما عندكش يا خبز ولا. حتى وهو عايش في الشارع إلا أنه ما سمحش فيها. ليش ما أنت تسمعها؟ ودها المكان باش تبات الليلة في أمان واطمئنان.
علاش انت مقلق يا الحاج؟ ما عندكش دار انت الحاج؟ منين جاني دار؟ انا نقول لها خلاص خلاص يا خليني نهضر معاه مسكينه الناس ملاح الحاج. روح روح الله يشديك. ما عندكش ولادك الحاج؟ سمحوا بيا. سمحوا فيك الحاج. امشي روح امشي. شحال عندك دراري؟ انا عندي اربعه. ربي يهديهم الحاج. انا عندي اربعه. سمحوا بيا. جمعنا خسكوري الكز دي حوزونا. يو عندي دراهم ما في جيبين. كيف يجي؟ منين ما شلت دراهمك تخدم؟ نخدم من بعد رانا زين. مشي مشي. وش اهرب الى محاوله اعتداء منظر متشرد لانه ببساطه حاولنا ندوح مكان هكذا في الشارع شفتوه على جال مكان في الشارع تعرضنا لاعتداء بالصح الحمد لله ربي يستر وما زال تزيدوا تشوفوا حكايات وحكايات. اذا مشاهدينا كما شفتوا معنا للاسف تعرضنا الى محاوله اعتداء من طرف هذاك الاخ اللي كان يجري مورانا فقط الحذاء ديالي لا علينا لكن نشكر مصالح الشرطه اللي هم ساهرين واقفين هما اللي حماونا الحمد لله ومنعوا هذاك الاعتداء. سلامت راسنا انا وفارس ومولود. حنا نواصلوا لرحله البحث. اروحوا تشوفوا معنا او كاين واحد الاخ قاعد هنا نروح نشوفه تابعونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اش راك خويا؟ لاباس لاباس بخير. ما ديرونجيتكش خويا؟ ما ديرونجيتنيش خويا. انا صحفية تاع النهار. عائشة. يا ربي بصح. واش راك خويا؟ لاباس؟ الحمد لله راك بخير. شتي هذاك البنادم اللي جبدتوه من القبر؟ عمين ردين. حنا نعيطوا له حسن هذاك صاحبي. ايه الله يبارك. والله غير كي جبدتيه من القبر. ومن بعد سمعتك قلتيهم عطاو له دار في الحمد لله وتزوج. وتزوج صح. اقسم بالله العظيم غير فرحت لك ليك ودعيت لك بالخير. نقدر نديش فيها من وقتك؟ نحكيو شويه. راني كنت نخدم مع خاوتي هكذا المتشردين اليوم. جيت حبيت نعيش معكم تجربه. كاين فيهم ناس ما شاء الله عليهم كاين شويه مقلقين زعفانين حاولوا يضربونا وانا جايه مع زملائي شفتك هكذا رافدات الساشيات وشاد هذا الكورطاب. وراك قاعد هكذا شاعل هذه السيجاره وتخمم بعيد يا اختي. الله في الليل مع الحجر والبرد. زعما ما نارو ماركيتك داك كي كنتي واقفه راكي لابسه فرده. والله غاني لابسه فرده على بالي كاين واحد جرى مورانا. بصح معليش نعطيك دوك زويجه من عندي. لا لا كثر خيرك خويا. والله والله غير كثر خيرك. سوا صحاب الحجاب ربي ينورك على بالي. والله غير كثر خيرك. معليش نسقسيك تقبلت يا اخي تعجوز معنا عادي ولا باش ما تبانش في التلفزيون باش هكذا نقدر نفهم المشاهدين؟ انا ماذا بيا وجهي ما يباش هذا ما خلاص. اذا المشاهدين وجهوا ان نحترم رغبه اخي هذا بما انه حتصور معنا نجبدوا شويه الميكرو نتقاسموه اليوم انا وياك هكذا خويا العزيز. هيا بدي احكي لي همك. واش من باب حبيتين هلا؟ احكي لي اولا هاد الساشيات وهاد الكرطاب اللي يشوفوا فيهم عنا المشاهدين. انا حبيت نعرف حكايته. عندك دراري؟ لا لا ما عنديش دراري. ما مزوج ما والو. زايد عندي 43 سنه. يبارك فهمتي. هاوش نورمالمون 43 سنه شعري ماهوش بيض مبان في عمري 60 سنه. منين؟ من المشقه وحاجه واحده اخرى فهمتي. الساشيات هادو ما اختي صراحة والله ما اعطى ولله ما اخذ. هكذا انا ندور نخوردي خوردي صافي يدير اللقط. لقط اللقط من حاجة زوج ثلاثة أربعة خمسة هكذا اللي محتاجة استيكاش باش نمسحها نغسلها واللي مازالها مقية نمسحها بشيفونة ونبيعها وندخل رزقي بربي إن شاء الله. يعني الخردة اللي تلقطها اللي ترفدها من الطريق هكذا مرمية تعاود لها البيع؟ من الزبل. من الزبل. نعم حاشاك وحاشاك درك وحاشاك در المستمعين. صح. يعني هذا خونا أو في عقده الرابع طبعا هم الدنيا هذه ما خلاتوش يعيش يلقط من الزبل حاشاكم. تعرفوا واش معناتها القمامة؟
في جزائرنا هذه. شوفوا مانيش في ضياف ربي اليوم، راني في ما وراء الجدران، ولكن خلينا نعيشوا ما وراء التشرد، ما وراء هذه الحالة تاع خونا اللي فتحنا قلبه. تخيلوا لو كان نسألك خويا نقدر نشوف اليوم واش لقط. على بالكم رانا مع الحجر، راه وحده في الشارع هكذا، ما عندوش واش ياكل، لذلك هذا وشنو؟ هذا اللي يديروا الحفافين. ايه تاع الحفافين. يديروا الحفافين. يجيب لي 5000 7000. هذو كاع لقطتهم اليوم، مش مستعبديك اليوم الخدمة هذه؟ بديت جوايا ثلاثة هكذاك ها. ايه تلقط كلش. تلقط قرع ريحة هكذا 2000 فرك الوحدة، حوايج تاع اللي يديروا نسا في شفارتيهم. حتى الغيسيل يلقطوا، ناشف ويلقطوا. اسمح لي خويا، وشحال تبيعوا الغيسيل؟ هذا شحال تبيعوا؟ نبيعوا 2000 فرك، 1000 فرك. المضم نسا زوالية كيما أنا. هذا هو الصابون ديالو اللي يغسل. صبتهم. ايه شوفوا. تفضل خويا، ونزيد نوريكم قرعة تاع الشامبوان. هذه هي قال لك هاد شوية اللي لقاها يغسل بها. تخيلوا راكم تعيشوا معانا، راكم تحسوا. كيد واحد جديد. يا ما تبكيش خويا ما تبكيش. مانيش نبكي. هاي لك جديدة. جديدة. هي واحدة قديمة. خشينا وجعتني. فرح كي لقى. زويجة جديدة تاع تقاشر، شوفوا لقاها مرمية لقطها. لا غالب يا أخو الله غالب. إيه تصيب كلش، حتى الشوين قام يصيبوه، تصيب كلش. يا ولي شوفي خمسة. رامين وهكذا بصح قرا لادات. معليش لادات ميتة أنا نورمال يشريوه. منك صح طارق. والله العظيم غير يشريوه. شحال تبيعوا الشوين قام هكا ما مية؟ قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله والله شاهد على ما أقول. وهاد الانسان وسمو توفيق بلا ما نذكر الكنيه تاعو، والله العظيم غير مسكين يا اخو، مقوت ما عندوش يشري ماكله بيريمي ويديها لولادو ياكلوها وينحي لهم التيكي باش ما يشوفوهاش ولادو. وهادو ما اللي ربي ساترهم، والله ربي ساترهم. قل لي قل لي انا وراسك، وشنو هي الحاجه البيزاغ ولا الغاليه اللي لقيتها؟ واحد المره كنت طالع طلعه تاع الساكري كور. تعرفي ساكري كور ريميشري؟ إيه؟ نعرف. ديدوش مورات. ايه. دي طالع كاين واحد البوبالات لتما نخرب هكذا في شكاير هكذا منها 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 منها. ومن بعد لقيت تريكو تبو مربوط من الفوق ومن التحت. ايه. انا كي رفدتو مسيت حسيت باللي حاجه حديد. قلت ذهب وما ماشي ذهب، شتي هذاك الفيلم تاع حريم السلطان. ايه. هذاك الصياغه تاعو كاع لقيتها في هذاك الصاك. اه. هبط استاليت هي ولقيت واحد الورد يمدوه مع الطبق تاع العروسه، ولا جاتني مراه مع بنتها قالت لي يا اخو والله العظيم غير باش نديهم لداري انا حنتزوج مع هذوك هذاك الورد اللي يجي فيه حبالي تاع السلوكه مخدوم بالقماش تاع العرايس. عطيتهم لها كاع بسومه هما دوك. انا كي جبت هذيك المحزمه تاع ساريم السلطان تيكي من اللور مكتوب 550 مسايس تاج هذا كدا، عطيتهم لها ب 400000. قالت لي حنتزوج ما عنديش زوالية مسكين. جدد رماهم كاش واحد يقول لك الشبعه تعمل بدعه. مانيش نسب في المواطن ولا في الشعبي، بصح الشبعه تعمل بدعه. صح انا تعلمت اليوم حاجه جديده، الشبعه تعمل بدعه. ايه صح الشبعه تعمل. قال لك العبد الى شبع يولي يبزق ولا جاع يولي يسرق، هذه قالوها في القصيد تاع مرزاعي العنقة. صح يا طارق، وشنو هي الحاجة اللي تحوس عليها وما لقيتهاش؟ حبيت نوريها لك. راني نحوس ماشي نوريها لك يا اختي، نعطيها لك اختي. صباط جديد تاع مدام تاع بنات. صح هذوك الحجوبي اللي ما كدا هاو ليك. وجديد. جديد، وإلا ما تروب زينيش لبسيه ودعي لي بالخير، وإلا تعيفي ولا نعطيك تقاشر جديد. لا لا والله ما نعيف صح، روح بيعه. انا نبيع ويجيب لي 20 ميل 30 ميل. خلاص خليه ليك وانت تريحي حفيه. انا معليش انا بحار عليا. ها انا بحار عليا. لا لا ماشي بحار عليك اختي، نشريها عليك. تشريها عليا ما نبيعهولكش، نعطيهولك تديه صح، بصح باش تشري عليا دراهمك ما يمشوش، دراهمك ما يمشوش. انا سي بون، انا خلاص انا نعيش هكذا مع الزواولة هادو، ما نقدرش نزيد ما نقدرش خلاص. عباكم عباكم بلي في كل مره نتعلموا، وفي كل مره نتعلموا انه ونتاكد انه الزوالي ما كاش كيما الزوالي يا خاوتي.
الزوالي راسو مرفوع، الزوالي ينحيها من عنده يمدها لك، ينحيها من فمه ويمدها لك. الزوالي حنين وكريم، والزوالي عمرو يمد يده. الزوالي بالعكس هو اللي يمد. يا ربي العزيز شهد عليا، ولا راني نزيد من عندي، ولا راني ندير هكذا زعما باش نبان شغل رومبو، ولا نعقليتي هكذا اختي. بصح كي تلبسي صبات خير اختي، وين راهي بلي اختك نروح نجيبها؟ يا ودي جرى مورانا واحد، معليش نهار واحد والله والله ما تشقي روحك. وين راهي نروح نجيبها؟ والله ما تروح. واش من جهه في القواس؟ في الوسط في الديبي؟ في الوسط هكذا شفت مور الباغاج. دوك نجيبها لك. والله غير تجي نجيبها لك. وارواح طارق ربي يخليك، والله ما تشقي روحك على جاي. انا رايحه والله، دوك نقف طوموبيل ونروح والله. خلاص وعد مني وعد. اذا مشاهدينا بحكايه الاخ طارق، هادو هما الرجال تاع الجزائر، هادو هما الفحوله، هادو هما اللي الجزائر. عليكم سلام، تهلا في روحك طارق. الله يسلمك اختي، ربي يفرج عليك خويا العزيز. يفرج على خير. واش حنزيد نعلق واش حنهضر؟ مستحيل، لانه مانيش حنكفي ولا نوفي. فقط نقول لكم انه في الشارع هنا في هذه الساعات المتاخره من الليل كاين حكايات وقصص كبيره. اليوم نقلت لكم جزء بسيط فقط من هذه الحكايات، لكن ان شاء الله في اعداد لاحقه راح نزيد ننزل الشارع ونحكي خبايا اكثر من هذه. مشاهدينا مباشره نتلاقوا في الاستوديو مع الاستاذه امينه حريج والشيخ مكركب. اذا دمتم. حاشاك 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 نقطع اللصقة ندير لك حاش. اي هذا كي جرى مورانا دوك ندير لك مساك احكي لي. معليش بحار عليها والله، خمسكين راح جابها. سمح لي خويا والله شقيت روحك وانت رافد هكذا. معليش تقطعت. هادو الناس هم خاوتنا، هم احبابنا وناسنا، قصى عليهم الزمان وين ولاو بلا حبيب ولا قريب. نتمناو من السلطات أنها تشوف للحالة ديالهم، وندعو للمولى عز وجل أنه يحفظهم ويرزقهم.